قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك زولفان إن بلاده ستفرض عقوبات على برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وأعرب عن توقعه بأن يفرض حلفاء واشنطن أيضا عقوبات على إيران، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز تكامل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر في الشرق الأوسط لتقويض فعالية قدرات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. We would like to see more action following through on what the Prime Minister has announced publicly.